وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. صدق الله العظيم. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة سجود، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا. سبحان الحي الذي لا يموت. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، عوض طيب مبارك الى ايات الله البينات، لنعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي يتلوها علينا ذلكم القارئ الذي قد أنعم الله عليه بجمال الصوت مع دقة الأداء. نبت بيت القرآن، فضيلة القارئ الشيخ علي محمد علي الطاروتي يتلو علينا آيات الله البينات، سائلا المولى عز وجل له التجلي والتوفيق. ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك فقنا عذابا. ولله ملك السماوات والأرض. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت ويتفكرون في خلق السماوات أن آمنوا بربنا
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وكفر عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم
وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتي ولأدخلنهم جنات ودخلنهم جنات ولا ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله ثوابا صدق الله العظيم. ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. هكذا أخوتنا أخوتنا الإيمان والإسلام، ساعدنا وإياكم بهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمد علي الطاروت، نبت بيت القرآن والمقيم بطاروت. نقلناها لكم على مكبرات الصوت دار المؤمن أنيس الفكهاني النخاس مركز الزقازيق، الناس الكهربائية الكبرى، مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى، حج صلاح أبو حسين وأولاده بالطيبة، خدمة الفندقية المتميزة إدارة المتر أحمد الجاري بالطيبة، الوحدة الفنية لتصوير كبرى الحفلات الدينية باشمهندس ناصر صلاح الزقازيق. نتقدم باسم الأسرة الكريمة جميعا إلى الطحان بخالص الشكر لكل من أدى واجب العزاء. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.